ميت ماي ايه؟ ميت ماي فاميلي. الدرس التاني عائلتي يعني ماي فاميلي، فاميلي يعني عائلة. كلمة ماي دي عاملة زي ياء الملكية في العربي، تدخل على أي كلمة تخليها بتاعتي. بين قلم، ماي بين قلمي، فاميلي عائلة، ماي فاميلي عائلتي. الأجداد يعني جراند بيرانتس، جراند بيرانتس، جراند بيرانتس، جراند بيرانتس، جراند بيرانتس. الاي هنا اي كونسونانت اي، من ضمن الحاجات اللي بنطق فيها الاي باسمه، والبيرانتس بيرانتس، جراند بيرانتس. طيب جده لوحدها اسمها جراند ما، جراند ما، ما نقولش جراند ما، نقولش ايه يا عشا؟ ما نقولش جراند ما، ما نظهرش الدي او اقول جراند ما، جراند ما. بقول الدي بس ما بطلعش ايه؟ ما بطلعش هواها، ما بطلعش ايه؟ هواها، اقول جراند ما. طب جدي جراند با، جراند با. طيب الوالدين نفسهم الاثنين بابا وماما اسمهم ايه؟ اسمهم بيرانتس، بيرانتس. اسمهم ايه يا عشا؟ بيرانتس. اسمهم ايه؟ بيرانتس. طيب ام يعني ماذر، ام يعني ماذر. الاو هنا ما بنطقش الاو، ما بنطقش الايه؟ الاو. الاو هنا ايه؟ ما بنطقش الاو، تاني حرف في الكلمه ما بنطقوش. ماذر، ماذر، والتي اتش بنطقها ذ، يبقى ماذر، ماذر. اب يعني فاذر، فاذر، مش فازر، فاذر. انا الاي بيعمل لي صوت الا اه، فاذر. طيب خالي او خالتي، خالي او عمي، اخو بابا او اخو ماما اسمه ايه؟ اسمه انكل، انكل. اليو هنا شورت ايه؟ شورت يو، ويو ميك ساوند اه، يبقى ان كمل انكل، انكل، انكل. طيب اختي يعني سيستر، اختي سيستر. يعني ايه؟ سيستر. هنا شورت اي س س، واس كمان يبقى سيس، والتي مع الاي يبقى ت، شوا صوت شوا، سيستر، سيستر. اخ يعني براذر، براذر، براذر. كمان الاو ما بنطقهاش هنا، براذر، ما نقولش برو، لا براذر، براذر. طيب ابن الخال، ابن العمه، ابن العم، ابن خالتي، ابن خالتي، ابن عمتي، بنت عمتي، اي حد من قرايبي اسمه ايه؟ اسمه كازن، كازن. هنا حرف الاو ما نطقوش، واليو ميكس ساوند، اليو ميكس ساوند ايه؟ اه، يبقى ك، والاس هنا منطقها ز عشان جايب من تو فاولز، يبقى كازن. والاي هنا شورت اي، كازن، كازن، كازن. برضو كمان بنت الخاله او بنت العمه او 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 اسمها برضو ايه؟ كازن. اسمها ايه؟ كازن. هنقول تاني بسرعه، ماي فاميلي، ماي فاميلي، جراند بيرانتس، جراند با، جراند ما، جراند ما، جراند با، جراند با، جراند با، بيرانتس، 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 mother، 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 father، 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 uncle، 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 sister، 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 brother، 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 cousin، 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 cousin. هنا بقول لي good evening يعني مساء الخير، مساء الخير يعني good evening. This is my cousin، هذا يكون ابن خالي او ابن عمي. He is 5 years old، هو عنده خمس ايه؟ خمس سنين. This is my cousin، he is 5 years old. قال له This is my grandpa، بيعرفوا بعض وبقول له قابل عائلة الدرس اسمه ايه؟ Meet my family، يعني قابل ايه؟ بيتعرفوا على بعض. This is my grandpa، يعني هذا يكون، This is، هذا يكون للمفرد الايه؟ للمفرد القريب. My grandpa، هذا يكون جدي. قال له these are my parents، طبعا هنا جمع this هتبقى these are، these are، these are، these are. الاس اللي منطقها ز بس مش باينه قوي، these are، ما اقولش this، these are my parents، هؤلاء يكونوا او اولئك او هؤلاء، دول مين؟ بابا وايه وماما. قال له these I، these are my friends، دول ايه مين؟ هؤلاء ايه؟ أصدقائي. يبقى this is، دي حاجة جرامر هي في وسط الدرس، this is هذا يكون المفرد، المفرد، و these are، these are هذا يكون للإيه؟ للجمع. ده إيه بالنسبة للدرس الثاني زي ما احنا قلنا هوت، حتة قاعدة هيت، this is my friend لما يشاور على حاجة قريبة مني، تمام، للمفرد، this is للمفرد القريب، و these are للجمع القريب، ولازم هنا حرف الاس معاه اس الجمع، تمام. friend تبقى friends،
cousin تبقى cousins، بحول مفرد الجمع بضيف الاس. طبعا الجمع العادي ال غير شاز، اما جمع الشاز ليه موضوع تاني خالص هنتكلم عنه في وقت تاني ان شاء الله في الدروس. يبقى this is هذا يكون المفرد، these are هذا هؤلاء يكونوا للايه للجمع القريب. مشكورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.